راديو معاد بريزونت خالد الشاعر تحية الأستاذ المحترم الشيخ الهامل تحية الشيخ محمد بن الخياطي تحية الشيخ الصغير تحية الشيوخ الزارجيريان وتحية الشيوخ المغاربة في خاطر فرحان عبد الغني في خاطر جود السهلي ونزل سيف اون جنرال في خاطر جود مزة وناس دور المعاريف واحد اليوم ادتني القدرة تهول قلبي وزاد عذابو مشيت للمقبرة مترحم على حباب من الدنيا غابو في المقبرة لقيت شحال من راجل ومرأة كل واحد جاي يترحم على حبابو الدمعة تسيلو في القلب جمرة والدنيا ما داي ماشي ويلي اللي ما يدير حسابو جلست تحت شجرة نبكي ونخمم في الحباب اللي غابو رحلهم الدنيا في مرة وموحين نشوفهم وفي الدنيا يتصابوا ابقوا غير الذكريات في التليفون النمرة وكل واحد خلى في القلب حبه اتفكرت شحال من وجوه غابوا في مرة يا الموت يا الغدارة وديتي اعز الناس خليتي القلوب طابو ما درتي مزيان يا الموت الغدارة خليتي كل واحد الحزن في قلبه فرقتي الحباب خليتيهم مكويين بجمرة خليتي الدموع من العين يصبو اديتي وجوه بلا بيهم الحياة خسارة وخليتي الدموع الخد يكبو والدنيا ما دايماش يلي نفسك مغرورة والنفس والشيطان بيك يلعبو النفس صعيبة بالسوء أمارة والدنيا ما دايماش تهنى واللي تابو العقل مشطون والقلب مقوي بجمرة وهادي حالة اللي فقد أحبابو أعز الناس غابو في مرة نتفكرهم القلب يزيد عذابو الدنيا يا الغرارة يا مولا تصدق راس صفرة ما فيك أمان يا مك يتقلبو يا الدنيا فيك ناس مسرورة وفيك ناس مقهورة شي طالع شي هواد شي مفتون إلا سولتو ما يرد جوابو يا حسرة على جماعتي كانت منورة زاهين نضحكو ونلعبو الأيام كيف المعورة اديرو الدورة ويا ويلي اللي ما يدير حسابو يا ويلي اللي نفسه مغرورة في الثاني ضيع حياته وشبابو الميت تبقى فعالو مذكورة وتشكرو فعالو وصوابو من فرق الحباب حسيس بالقهرة خلو المراس المهجورة تفركت تجمعتي والحباب صدوا في التليفون خلو غير النمرة واللي تصوني عليه ما تسمعش جوابو شي في الغربة شي مات وغابت الصورة وفي هذه الدنيا كل واحد ومكتابه فكرت شلا وجوه منورة وهذا الفراق ما كنت داير حسابه بلا بيهم العيشة ولا تمرة والرجل الحقاني في وقت الشدة تصيبه غاب مداح بفاطمة الزهرة الشيخ طيب المحنة في قلبه معروف الرنات عن رجل ومرأة كلامه موزون اللي سمعوا يعجبوا كلامه محلاه كي حاوت التمرة يمدح النبي فيه الأشعار اللي سمعوا يتخشع قلبه شلة وجوه اشتقيتيهم النظرة وطلبتك يا علي يا مولى القدرة
ارحم جدي واغفر ذنبو، وارحم أب الوليد كان يبغي الكبرى، يكرم الضيف ويعطيه وجابو، كان تفعلوا عند الناس مشهورة، معروف بالكرم وجودو. ندعي لجدادي بالرحمة والمغفرة، يدخلوا جنة رضوان في ديك الدار ما يخيبوا، دخلهم للجنة يا ربي في الآخرة، واجعلهم مع سيدنا علي وصحابه. يا حسرة على ديك العشرة، الإنسان زاهي في وسط أحبابه، ويا حسرة على ذاك الحديث والهضرة، زاهين نضحكوا ونلعبوا. فرقتنا الظروف وتفرقنا في مرة، والحباب من الدنيا راهم صدوا، مرضي والديه ينجى في الدنيا والآخرة، والمرضيين والله ما يخيبوا. يا عصي والديك سمع للهضرة، لا يغويك الشيطان والنفس بك يلعبوا، تفكر نهار كنت في البطن بدرة، والديك شحال عليك تعذبوا، واليومين كبرت وليت ترد عليهم الهضرة، تزف على امك وبوك تسبوا، حقرت والديك وعيشتهم في حفرة، وديت بوك لدار العجزة ما قدرش تجيبو، الشيطان جرته جرة، غواك بهدرته وكذوبو، فكر نهار تموت وتجي في حفرة، الحباب يدفنوك وعليك يصدو، جلت الظلمة وانتيا في حيرة، وعمالك عصرين يجبدو. اقرا يا صاحبي وزيد اتعلم، وراه القاري وعي في عقله، ونوصيك في هذه الدنيا تحزم، واصبر وصابرين يلالو، ولا تعرفش العقزم وتخدم، بيبان الخير عليك تحلو، وفكر يا صاحبي وخمم، والدنيا ما دايم فيها والو، رب الكون اللي في ملكه دايم، كل شي من الدنيا نرحلو، خمم لديك الدار شنو تقدم، راه بنادم دايم لو غيعمالو، ما ينفع مال ولا بنيان مسقم، كل شي غادي يوصل اجالو، وتهلا في الاب والام، راه ربي الانسان ينظر لفعالو، ولا تبقاش واهم، واسمع كلام الناظم والشيطان اللعلو، خمم غدوة شنو تقدم، فوقك ترام معرم، الحباب يدفنو كل واحد يمشي لشغلو، تبقى وحداني تبكيو على فراقك الحباب، من بعد ترشى في التراب، كل واحد ينساك من بالو، بحالة في الدنيا ما كنت، ما ضحكت ما لعبت، الكفن هو اللي بقالك، صلي الفجر لا يعجبك النوم، واللي صلى الفجر يزين حالو، صلي الفجر الدنيا ما تدوم، ربي يفرج عليك الهموم، راه ربي الانسان ينظر لفعالو، راه الدنيا ما تدوم، سبحان الحي القيوم يا اللي في الكون ديالو.